نتائج اعتراضات السادس الإعدادي 2022 الدور الثاني علمي وأدبي جميع المحافظات على موقع نتائجنا. بحث كبير جدا بين جميع الطلبة والطالبات وأولياء الأمور في جميع المحافظات العراقية المختلفة حول نتائج اعتراضات السادس الإعدادي 2022 الدور الثاني، وذلك حيث يستعد الجميع من الطلاب وأولياء أمورهم إلى الاستعلام عن نتائج اعتراضات السادس الإعدادي 2022 الدور الثاني، خاصة وأن وزارة التربية العراقية في حالة استعداد للإعلان عن النتائج الخاصة باعتراضات الطلاب في جميع الأقسام في مختلف المحافظات العراقية المختلفة في خلال الساعات القليلة القادمة، حيث كان الطلاب الذين لم يحالفهم الحظ ولم ينجحوا في امتحانات الدور الثاني في جميع المواد الدراسية قد تقدموا باعتراضات على هذه المواد، وتقوم وزارة التربية حاليا بمراجعة الاعتراضات وستقوم بإعلان نتائجها في أقرب وقت ممكن. نتائج اعتراضات السادس الإعدادي 2022 الدور الثاني. أكدت العديد من المصادر من داخل وزارة التربية العراقية أن نتائج اعتراضات السادس الإعدادي 2022 الدور الثاني الخاصة بجميع الطلاب في جميع المحافظات العراقية ستكون متاحة أمامهم بشكل إلكتروني عبر موقع وزارة التربية الإلكتروني على الإنترنت، وكذلك عبر موقع نتائجنا بكل سهولة، وذلك بعد الانتهاء من مراجعة أوراق امتحانات الطلاب الذين تقدموا بالاعتراضات في المواد لجميع الأقسام الأحيائي التطبيقي القسم الأدبي. وفور إعلان الوزارة عن النتائج سنكون أول من يخبركم بهذا، وسنقدم لكم في هذا المقال الخطوات الصحيحة اللازمة للاستعلام عن النتائج الخاصة بهم. استخراج نتائج اعتراضات السادس الإعدادي 2022 الدور الثاني. فور إعلان وزارة التربية العراقية عن ظهور نتائج اعتراضات السادس الإعدادي 2022 الدور الثاني، سيتمكن الطلاب من استخراج النتائج بسهولة كالآتي: أولا، زيارة موقع وزارة التربية والتعليم العراقية أو موقع نتائجنا. ثانياً، اختيار نتائج اعتراضات السادس الإعدادي 2022 الدور الثاني. ثالثاً، اختيار المحافظة التابع لها الطالب وتحميل النتائج أو إدخال الرقم الامتحاني الخاص بالطالب واختيار القسم. رابعاً، الضغط على عرض النتائج وانتظر ثواني قليلة حتى تظهر النتائج أمامك.